النهارده اشرح لكتشر 4 مانجمنت. لكتشر 4 بتتكلم عن الديسيجن ميكينج، اتخاذ القرارات، ايه مرحله اتخاذ المراحل اتخاذ القرار، تمام، وايه انواع القرارات المانجرز بياخدوها وكده، تمام. هي لكتشر بسيطه جدا. اوكي، يعني ايه ديسيجن؟ نبدا خالص بالديسيجن ميكينج بروسيس، عمليه اتخاذ القرار. يعني ايه ديسيجن؟ ميكينج ا تشويس، يعني ان انا اعمل اختيار. عندي انا اكتر من اختيارات، وانا اختار منهم واحد، تمام. ده كده decision making a choice from two or more alternative، تمام. طيب او مرحلة او عملية اتخاذ القرار بتمر بثمان مراحل. احنا كناس عادية بنعملها كده بلا وعي، تمام، ولكن كمانجرز كبار بيتخذوا قرارات ضخمة، فهم محتاجين يحللوا كل مرحلة من المراحل دي بالنسبة للمشكلة بتاعتهم، تمام. اول مرحله خالص انه اكتشف اساسا انه في مشكله، عايز عشان احلها اتخذ القرار معين او اعمل حاجه معينه. identifying the problem، تمام، يعني ايه problem؟ an obstacle that makes it difficult to achieve a desired goal. يعني ايه؟ يعني عقبه معينه خلت الطريق عليا صعب اني اوصل لجول معين عايز اوصل، تمام. طيب هو اساسا اي decision بيبدا بقرار معين، قصدي بمشكله معينه. يعني ايه؟ زي ايه مثلا؟ اماندا ديت مانجر، تمام، ايه المشكله بتاعتها؟ انها اكتشفت انه الامبلويز بتوعها محتاجين لابتوب. خلاص كده، هي دي المشكله. مش شرط المشكله بمعنى المشكله اللي احنا عارفينه، ولكن لا، دي بتصنف انها مشكله، يعني او حاجه ظهرت كده محتاجه تتعالج، تمام، ومحتاجه تتحل. بس كده خلاص، ان احنا محتاجين حاجه معينه اهو دي عشان نكمل الشغل بتاعنا، فدي كده اوبستكل، تمام. اهو a discrepancy between an existing and the desired condition، يعني في يعني المش البروبلم ديت خلت عندي تناقض ما بين حال انا فيه وحال انا عاوز اوصل له، تمام. طيب حلو جدا، خلاص عرفت انه في بروبلم، هتبدا تحلها ازاي بقى؟ اهو identifying the decision criteria، عرفت انها محتاجه لابتوبس، عرفت انها هتجيب لابتوبس، خلاص هتبدا تحط في اعتبارها الحاجات اللي مهمه واللي على اساسها هتختار النوع اللابتوب ده او هتتخذ القرار ده. طيب decision criteria are factors that are important to resolving the problem، هم هي العوامل، الكرايتيريا يعني معايير، اللي هي العوامل اللي انا اللي هي مهمه لاتخاذ القرار ده واختيار الاختيار اللي انا هختاره ده. طيب بالنسبه للمثال بتاعنا ايه؟ انه خلاص انا دلوقتي عرفت ان انا محتاجه لابتوب، تمام. طيب انا مهم عندي في اللابتوب ايه اللي احطه في اعتباري؟ اهم حاجه هاخد بالي من من الستورج، تمام، والديسبلاي كواليتي، الباتري لايف، الوارنتي اللي هو الضمان، الويت بتاعه، كل الحاجات ديت مهمه قوي بالنسبه لها في اختيار اللابتوب ده. طيب خلاص عرفت الكرايتيريا بتاعتها ايه، هتعمل ايه؟ هتعمل بقى، هو اكيد الكرايتيريا وكل الفاكتورز اللي هي حددتها مش كلهم بنفس الاهميه، عشان كده لازم تعمل الوكيشن للويت لكل كرايتيريا اختارتها. يعني ايه؟ يعني تحدد الفاليو بتاعت اهمية كل فاكتور فيهم. مثلا هي قالت على مثلا اهم حاجة عندها الميموري والستورج، تمام، فاهو ميموري والستورج اهو مثلا، لا بالنسبة لها ميموري والستورج دي اهم حاجة، عشان كده هي 10 over 10، فدي اول حاجة لما تيجي تروح تدور هتدور عليها. الباتري لايف، الباتري لايف مهمة كمان بالنسبة لها، بالنسبة لها الديسبلاي كواليتي والوارنتي لا مش مهمين قوي، فدول خلاص يعني مش مهمين جدا، فدول 4 over 10 ودي 3 over 10 مش مهمين قوي بالنسبة لي، فده على طول ده هيسهل عليها ان هي لما تروح تختار تعرف بالظبط ايه اللي هي ايه الاولويات بتاعتها، تمام. طيب بعد ما حددت خلاص وعملت allocation للويت وعرفت بالظبط ايه اهم حاجة واللي بعده الاهم الاقل اهمية، بقى هتبدأ بقى تشوف الايه كل الاختيارات اللي قدامهم اللي هتختار على اساسها، ومين بقى اللي هيحدد لها وايه اللي هيسهل عليها الاختيار الكرايتيريا اللي كانت اوريدي حطتها. طيب جميل، خلاص طلعت قدامها بقى كل الايه اللابتوبس اللي هيساعدوها في الاختيار او الاختيارات اللابتوبس اللي قدامها، مثلا حطت اهو اتش بي وسوني ولينوفو الكلام ده كله. طيب analyze الالترناتيف، ايوه اهم حاجه ديت الاناليسيس، حطت الاختيارات قدامها، طب هتختار ازاي؟ بان هي تعمل اناليسيس لكل اختيار منهم، يعني ان هي تشوف كل اختيار منهم ايه الحاجات الحلوه وايه الحاجات الوحشه اللي فيه.
ايه القوة بتاعته ايه الضعف بتاعه، وكل ده هل بيتناسب مع الحاجات اللي هي مختارها ولا لا. جميل، اهو an alternatives appraisal is based on its ability to resolve the issues related to the criteria and the criteria weight. كله ليه علاقة انه بالكريتيريا والكريتيريا ويت اللي كانت اوريدي حطتها، اللي هي هنا الميموري والستورج والكلام ده كله. شوف بقى كل الترناتيف، مثلا اتش بي، الاتش بي الميموري والستورج بتاعته قد ايه، الدال، لينوفو، الكلام ده كله. تمام، طيب جميل جدا. بعدها خلاص بعد ما حددت وعملت الاناليسيس هتبدا تسلكت الالترناتيف ده، خلاص اختارته كله على حسب الكريتيريا اللي كانت مختارها قبل كده. حلو جدا، implement بقى الالترناتيف ده، تبدأ بقى تنفذ اللي هي اختارته ده او القرار اللي اتخذته ده، يعني هنا تشتريه مثلا. تمام، بس كده. طيب اهم حاجة بقى واللي هي اخر مرحلة من مراحل الديسيجن ميكينج ديت، الايفالويشن ديسيجن effectiveness بقى. كنا اتكلمنا في لكتشر 1 عن الايفكتيفنس، ايه بقى الايفكتيفنس، نراجع عليها مرة كمان. طيب الايفكتيفنس ديت هي ان انا استغل كل الانبوت اللي عندي احسن استغلال عشان اطلع احسن اوتبوت. الافكتيفنس الغرض منها ان انا اماكسمايز الاوتبوت، مش بسحر ولا حاجه، لا هو عشان ازاي ما ماكسمايز الاوتبوت، بان انا بستغل كل الانبوت بتاعي احسن استغلال، ما بسيبش حاجه الا وبستخدمها واطلع منها اي حاجه مفيده عشان اقدر اماكسمايز الاوتبوت واوصل لاحسن حاجه ممكن اوصل لها. دي هي الإفكتيفنس. طب ازاي هعمل ايفالويشن بقى للديسيجن بتاعي، اشوف هل الديسيجن اللي اتخذته ده كان صائب فعلا، كان افكتيف فعلا، يعني هل ادى الغرض بتاعي ولا لا. How effectively was the problem resolved by the outcomes resulting. اه خلاص انا اتخذت قرار معين، هل كان افكتيف، يعني هل طلع لي الاوتبوت فعلا اللي انا كنت مستنياه ولا لا، حقق الهدف بتاعي ولا لا. طيب ما حصلش كده، اشوف بقى ايه اللي حصل غلط، what went wrong. تمام، عشان اتعلم بقى وما اكررش نفس الغلط مره كمان في القرارات المستقبليه يعني. فالايفالويشن مهمه جدا. تمام، بس كده، دي بالنسبه للمراحل بتاعه الديسيجن ميكينج. طيب احنا قلنا كنا برضو في لكتشر 1 اتكلمنا عن الفور فانكشنز بتوع اي مانجر: بلاننج، اورجانيزنج، ليدنج، وكنترولنج. البلانينج ازاي بقى بيستخدم بقى العمليات دي، مراحل القرار ايه، كل القرارات اللي بيتخذها في كل مرحله من المراحل اللي بيمر فيها او كل فانكشن بيعملها المانجر. مثلا في البلانينج هو بيبلان اللونج تيرم جولز والشورت تيرم جولز. دلوقتي مرحله البلانينج المانجر المفروض بيست لونج تيرم جولز، وعن طريق الشورت تيرم جولز هيقدر يحقق اللونج تيرم جولز دي. يعني ايه؟ هو دلوقتي حدد اللونج تيرم جولز بتاعته ايه. تمام، طب خلاص عرف ايه اللي هيوصل له بعد فتره معينه، فتره بعيده شويه. طب ايه الاستراتيجيز اللي هيستخدمها عشان يوصل للحاجه دي، ايه الطريق اللي هوصل له، هستخدم ايه بالظبط، هعمل ايه، هروح فين، ايه القرار اللي المفروض اتخذه في المرحله دي. تمام، وبعد كده هيست بقى الشورت تيرم جولز اللي هتوصله لللونج تيرم جولز دي. فهو مفروض اي قرار ضخم لازم يتقسم لقرارات صغيرة عشان اقدر اعمل القرار الضخم ده. جميل، وبعدها how difficult should the individual goals be، يعني ازاي بقى دي بتهيئه للمرحلة اللي بعد كده اللي هي الorganizing. خلاص عارف البلان ايه بتاعته، وعارف long term goals ايه والshort term goals ايه والاستراتيجي اللي هيبدأ يستخدمها، يبدأ يقسم الشغل على الامبلويز، مين اللي القرارات اللي هاخدها ديت، هقسم الشغل ازاي. تمام، على الامبلويز بتوعي، مين هيقرر، مين هيريبورت لمين. تمام، يعني كل امبلوي هل ريبورت ليا دايركتلي ولا اديه المانجر تاني يريبورت لي هو. تمام، الجوبز شود بي ديزايند ازاي، هبدا اقسم الشغل ازاي، هل كل واحد هياخد حاجه معينه ولا كله ياخد اي حاجه، مش شرط بقى كل واحد في تخصصه. تمام، دي كلها تبع الاورجنايزنج. تمام، طيب الليدنج بدا خلاص يليد بقى زم، يشوف هما موتيفيتد ان هما يوصلوا للجول ده ولا لا. تمام، فمرحله الليدنج ديت بيشوف كل قرار اتاخده ناحيه الجول ديت، يعني في المرحله ديت هو بيتاكد هل كل قرار اتاخده يعني نحو الجول ده، هل هو بيتحقق مظبوط ولا لا، هل
هل فعلا بالشغل مش بالشكل اللي الامبلويز بتوعي ماشيين فيه والاورجانيزيشن كلها ماشيه فيه، هل في الوقت المطلوب هيتحقق الجول ده ولا لا؟ هي دي مرحله الليدنج. تمام. الكنترولينج نفس الحكايه برضو، what activities need to be controlled، how should those activities be controlled، ايه بالظبط اللي مش ماشي مظبوط، ايه اللي محتاج كنترول اكتر. تمام، الكلام ده كله بس كده. دي من ناحية ال decision managers اللي بيعملوه في الوظائف بتاعتهم الأربعة: planning, organizing, leading و controlling. طيب ايه ال rational decision making ده؟ هو ببساطة انك تتخذ قرارات منطقية بشكل منطقي عساس في الآخر تطلع في الآخر effective زي اللي احنا كنا لسه نتكلم عنه. ال rational decision making هو ببساطة انت عندك هدف وعارف الطريق للهدف ده فتبدأ تمشي على الطريق وخلاص. يعني كل اللي احنا كنا لسه بنعمله دلوقتي اللي هو الثمان مراحل اللي كنا بنعملها، حدد الكريتيريا، عملت allocation الويت بتاعها، عملت analysis، دي كلها ده كله rational decision making. طيب ايه الassumptions ان انت عشان تبقى manager بتفكر بشكل rationally؟ ايه بقى المفروض تبقى عندك؟ تبقى اولا مشكلتك واضحة، تمام، ما فيهاش اي حاجة مبهمة، لازم يبقى هدفك كمان واضح اللي انت عاوزه بالظبط، تمام، والالترنتيف بتاعتك او الخيارات اللي قدامك كلها برضو واضحة عشان تقدر تحدد بالظبط اللي انت عاوزه. ولازم انت كمان كمانجر يبقى تفكيرك منطقي، ما تبقاش تفكر بشكل عبثي وبشكل مش واضح بس كده. طيب ممكن انا كمانجر اتحط في موقف او اتحط في موقف معين ابقى ما عنديش الرفاهيه ان انا افكر بشكل راشنالي كامل، راشنال كامل، ايه بقى؟ فده كده ابقى عندي باوندد راشناليتي، بقى ليها حدود شويه. decision making that is rational but limited my individual ability to process the information. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الراشناليتي بتاعتي اتحددت ازاي بوقت مثلا، اضطريت ان انا اتخذ قرار بس الوقت عندي محدود، ف كده مش هقدر يبقى عندي النظرة كاملة، لا انا محدود بوقت معين، ما عنديش رفاهية برضو زي رفاهية مثلا البوليسي منعاني من حاجة في سياسة الاورجانيزيشن ديت، منعاني من افكر بشكل، وده غالبا اللي بيحصل اساسا عندنا. فاضطر ان انا ابقى ساتسفايز. يعني ايه؟ يعني انا ابقى قابل بوضع مرضي او بقرار مرضي، مش هو احسن حاجة لكن قرار خلاص هيمشي الدنيا قدامي. escalation of commitment بعد ما اتخذت القرار ده بسبب ان انا bounded، عندي bounded بحدود معينة، تمام، واتخذت قرار good enough مش perfect، تمام، فاصبح في escalation of commitment. يعني ايه؟ يعني انا مضطر، حاجة مهمة جدا بالنسبة للقرار انك تلتزم بالقرار اللي اخدته. ليه؟ لانك هتكون صرفت فلوس كتير، صرفت وقت كتير، اديت وقت كتير قوي للقرار ده عشان تمشي عليه، بس انت في الاخر ظهر ايفيدنس للاسف، وظهر يعني دليل انه القرار شكله مش هو كان القرار الصائب قوي، بس انت مضطر انك تلتزم فيه لانك اوريدي خلاص حطيت فيه مجهود وحطيت فيه وقت وكده، تمام. فهي دي الباوندد راشناليتي، في حاجات بتحد من الراشناليتي بتاعتك فألزمتك انك ما تفكرش بشكل كامل وشكل objective وشكل logical كامل، تمام. طيب في حاجة تانية اسمها intuitive decision making، اها، يعني انك تتخذ قرار، تاخد قرار وتختار حاجة ناحية بسبب حسك، ان انت حاسس انه هو ده الطريق الصح او هو ده الحاجة، فانت حاسك هو اللي بيقولك انه لا هو انا مطمن للقرار ده. ده بيعتمد اكتر على الاكسبيرينسز، انت لو شخص عندك خبرات كتير مريت بالموقف ده قبل كده هيبقى سهل عندك الانتويتيف ده، الانتويشن، يعني انك انه يديك قرار صائب. طبعا دي ما بتحصلش كتير، تمام، ولكن دي اي ثينك بتحصل للناس اللي عندها خبرات كتير، فالانتويشن بتاعها بيديها قرارات صح او غالبا بيبقى صح يعني. طيب دي كده من الانواع القرارات: rational bounded rationality والintuitive. جميل. بالنسبة للintuition فهو ليه أبعاد كتير جدا. زي إيه؟ طيب إيه أول بعد؟ مثلا الexperience، أنا باتخذت قرار على حسب خبرتي، خبرتي بتقولي إن القرار ده هو أسوأ قرار. ممكن إيه تاني؟ ممكن الculture بتاعتي أو الculture بتاعت الorganization بتقولي إيه، تمام؟
ممكن كمان ان عقلي الباطن بيقول لي انه انا امشي في الطريق ده هو الصح. عقلي الباطن دي برضو تبع الانتويشن. الكوجنيتيف بيز ديسيجن يعني على حسب العلم اللي عندنا والتريننج اللي اخدناه والسكيلز بتاعتنا، شايفين انه القرار ده والخيار ده هو الصح. الافكتد انيشيتد ديسيجن برضو ليها علاقه بالفيلينجز والايموشنز، كل ده ضمن الانتويشن. لو انا اتخذت قرار بيزد على حاجه من الحاجات دول معناها انه ده ضمن الانتويشن بتاعي. تمام. طيب في حاجه كمان evidence based management، يعني ببساطه اتخذ قرار لانه في دليل بيقول لي انه ده صح، في دليل كده ظهر قال لي انه لا، بيبين لي كده انه المؤشرات بتقول لي انه لو مشينا في الطريق ده هو الطريق ده هيبقى الصح فعلا، لانه في دلائل بره او ادله يعني بره او عوامل بره بتقول لي ان انا الطريق ده ما امشيش في الطريق ده، بس همشي في الطريق ده هو ده الصح وهو ده اللي هيفيدني اكتر. بس كده ببساطه في دليل ظهر قال لي انه امشي في الطريق في طريق معين، خلاص دي كده الايفيدنس بيزد مانجمنت. حلو جدا. دخلنا بقى في مرحله او في حاجه اللي هي الستراكتشرد بروبلمز او البروجرامد ديسيجن، هما الاثنين حاجه واحده. يعني ايه؟ يعني ممكن ابقى محطوط في شكل، يعني ايه ستراكتشرد بروبلم او ستراكتشرد بروجرام ديسيجن؟ يعني ببساطه مشكله واضحه وصريحه حتى اقدر منها اطلع قرار برضو صريح. يعني ازاي؟ انا رايح اشتري لابتوب، نفس المشكله بتاعت السيلز مانجر اللي كانت فوق دي، رايحه اشتري لابتوب بس انا ايه بقى البروبلم بتاعتي ستراكتشرز. يعني انا ببساطه معايا مبلغ معين، عارفه بالظبط هشتري يا من ده يا من ده، يا دل يا لينوفو يا اتش بي، خلاص انا مش هطلع براهم. تمام. وعارفه بالظبط ايه المواصفات بتاعتي كده، خلاص دي ستراكتشرد بروبلم وهتاخد فيها ديسيجن برضو هو كمان ستراكتشرد. خلاص رحت على حسب المبلغ بتاعي، بصيت على انواع معينه وانا عارفه انه ده لونوفو احسن للكليه بتاعتي، فخلاص هتاخد القرار ده. طيب دول بقى بيتبعهم ثلاث حاجات، بروسيدر ورول وبوليسي. يعني ايه؟ يعني انا ببساطه البروسيدر هي الخطوات اللي هتبعها عشان احقق القرار ده. همشي على رولز، همشي في قواعد حكماني مثلا ان انا في مبلغ معين حاكمني. تمام. البوليسي الارشادات اللي انا هتبعها وانا بحقق البروسيدر دي او بمشي على البروسيدر اللي قدامي. تمام. بس كده البروسيدر والرول والبوليسي، ليه الارشادات يعني البوليسي. طيب بالنسبه بقى للانستراكتشرد بروبلمز، ايه ديت؟ دي بروبلمز في كتير حاجات مش واضحه بالنسبه لها، في حاجات كتير انكلير حصلتش قبل كده، يا اما لسه مش عارف بالظبط ايه اللي بيحدني ايه اللي مش بيحدني. فوقتها الديسيجنز بتاعتي هتبقى يونيك كلها على حسب الموقف ده، لانه موقف جديد ومش واضح قوي. تمام. طيب جميل جدا. كل ما مستوى المانجرز بيعلى كل ما القرارات بتاعتهم تبقى unstructured اكتر. يعني اكيد لو مانجر لسه فيرست لاين مانجر مثلا، لا القرارات بتاعته سهله وبسيطه عادي، structured كلها واضحه كلها حصلت قبل كده وبسيطة جدا. لكن كل ما المانجر بيعلى في الليفل بتاعه، كل ما البروجرامد الديسيجن بتاعته بتبقى ان بروجرامد او نون بروجرامد ديسيجنز. تمام. طيب فالديسيجن ميكينج كونديشنز بقى يا اما سيرتن، فبتظهر يعني ايه سيرتينيتي انسيرتينيتي وريسك. كنا قبل كده اخذنا السيرتينيتي والانسيرتينيتي في لكتشر 2. السيرتينيتي خلاص هو عارف الديسيجن بتاعه اكيوريت جدا دقيق جدا وعارف ان هو ده الصح، دي كده السيرتينيتي بتاعته. انسيرتن لا، الموقف اللي هو فيه مش واضح، يا اما الموقف اللي فيه هيبقى ريسكي في خطر برضو، دي تبع الانسيرتينيتي برضو، مش ما حصل ما الموقف ده ما حصلش قبل كده، يا اما الاوتكم بتاعنا مش عارفين هو ده بالظبط اللي احنا متوقعينه ولا لا، فهي دي كده ريسكي، في خطر في الموضوع، في نسبة خطر وفي نسبة uncertainty. تمام. طيب بالنسبة لللينير thinking style، اللينير thinking style يعني ايه؟ يعني هو شخص يعني ببساطة straightforward، طريقة او style straightforward، هيعمل بنفس المراحل، هيمر بنفس المراحل اللي ظهرت في اللي هي ال decision making process اللي قلناها فوق، اللي هي بقى define the problem، يعمل الكريتيريا، يallocate الويتس to الكريتيريا. شخص ببساطة هو شخص عقلاني ومنطقي،
هيفكر بشكل برضو واضح وصريح. تمام، ببساطة الـ linear thinking style هو بيوز الـ external facts والـ data، تمام، هيعمل لها processing عشان يطلع القرار بتاعه، شوف الدنيا ماشية ازاي حواليه، الموقف اللي هو فيه بيدله او بيقوله يختار ايه بالظبط وهيعمله، تمام، على حسب المنطق بيقوله ايه. طيب non-linear thinking style a person's preference for internal sources of information. اها internal، هنا بقى السورس بتاعه داخلي، يعني ايه؟ يعني بيتبع الانتويشن بتاعه، اهو الانترنال انسايتس والفيلينجز والهونشز. تمام، ده هي هنا بقى ده الستايل اللي بيتبع الانتويشن. التو ستايلز دول بيرجعوا للديسيجن ميكر نفسه. تمام، فيا اما هو ديسيجن ميكر بيفضل انه يفكر باللينير ثينكينج ستايل، يا اما نون لينير ثينكينج ستايل. تمام، فدي بترجع للميكر نفسه او للمانجر ده نفسه. طيب جميل، دلوقتي ندخل على الـ errors والـ biases اللي بتحصل لو manager اتخذ قرار. ايه السبب؟ الـ error، ايه اللي كان الغلط في القرار ده؟ او ايه السبب اللي خلاه يتخذ قرار ده؟ طيب هما 9 تقريبا، 9 او 10. اوكي، اول حاجة الـ heuristics. يعني ايه heuristics؟ يعني بديهية، يعني انه المانجر اتخذ قرار ببديهته، قرار بديهي. تمام، ولكن ما كانش المفروض يستخدمه في الوقت ده، الموقف بتاعه ما كانش مفروض يستخدم في الهيوريستيكس، فعشان كده ده كان ايرور. طيب اوفر كونفيدنس بايس يعني ايه؟ يعني ببساطة انت مؤمن او مقتنع جدا بالفيو او بنظرة حد معين، انت عندك ثقة زيادة فيه، فاخدت رأيه او اتخذت نفس القرار اللي هو اخده، ولكن ده طلع غلط تماما، ما كانش relevant للموقف بتاعك، عشان كده دي طلعت error. تمام، ده نوع من biases او الانحيازات اللي بيتخذها بعض المانجرز، عشان كده دي بينتج عنها قرارات خاطئة. طيب حلو جدا، الـ immediate gratification bias يعني ايه؟ يعني ان انت يعني ملت انه ترضى رضا لحظي. يعني ايه؟ يعني ببساطة هديك مثال، كانت الدكتور هي قالته في المحاضرة، قالت لو انت خلاص دلوقتي عملت ال decision making process، عملت المراحل دي كلها، حطيت الكريتيريا وعملت allocation weights وعملت analysis وعملت كل حاجة، تمام، ده عشان انت بتتخذ قرار عشان انت رايح تشتري لابتوب، زي المثال اللي قلنا فوق، رحت خلاص على المحل، تمام، ولقيت ان هناك عاملين عرض على لابتوب لو اخدته هتاخد معاه تاب هدية، مع انه اللابتوب ده اساسا ما بيوفقش ابدا المواصفات اللي انت حاططها، ولكن اشتريته عشان معاه، فهو ده الـ immediate gratification bias، انت عشان ده معاه عرض واو حاجة حلوة جدا، ولكن هو في الحقيقة هو قرار خاطئ تماما، لانه لما تيجي تجيب اللابتوب ده هو مش ابدا مش زي المواصفات اللي انت كنت حاططها، فهو ده الـ immediate gratification bias. جميل، ايه كمان؟ anchoring effect. anchoring effect يعني مثلا employee جاي anchor، يعني I think علاقة ولا ايه، بس ده معناها الحرفي او الترجمة يعني، بس ايه معناها؟ انه في employee مثلا جاي يديك يشرح لك مشكلة، وعشان انت تتخذ قرار على اساس المشكلة دي، جاي لسه بيديك اول معلومه، من اول معلومه ادهالك عن المشكله ديت قررت القرار، وتجاهلت بقيه المعلومات وبقيه الجوانب بتاعه المشكله. في كمان السلكتيف بيرسبشن بايس. اوكي، السلكتيف بيرسبشن بايس انا هدي مثال فيها، هو بعيد شويه عن البيزنس، لكن هيفهم الفكره يعني بتاعه البيرسبشن ده. ايه بقى؟ مثلا انت بتروح كل يوم السوبر ماركت، تمام، وبتجيب كل يوم الفواكه اللي انت بتحبها، انت بتتخذ كل يوم نفس القرار انه تجيب نفس الفواكه كل يوم، اساس انت شايف انه دي احسن حاجة، بنيت القرار ده مع انك اساسا ما دوتش اي فواكه تانية. تمام، فهو ده انه انت بتختار او بتشوف الحاجة اللي انت عاوز تشوفها من from your own perspective. فبس هي دي الفكرة، انه بقى المانجر بيتخذ قرار على حسب هو شايف ايه، مع انه ما جربش اي حاجة تانية وما شافش اي طرق تانية وما جربش خيارات تانية،
ولكن هو بس على حسب هو شايف ايه وايه القرار اللي شايفه انسبه اللي دايما متعود عليه، فهو ده اللي هيتخذه، هو ده selective perception bias. طيب جميل. confirmation bias seeking out information that reaffirms past choices. برضو دي هدي عليها مثال عشان تفهم، لانه الكلام فيها مش واضح قوي للاسف، المعاني المكتوبه في السلايدز مش واضحه جدا، فهدي عليها مثال. ايه مثلا؟ مثلا اذا علاقتك مع شخص معين مش مترددة شوية، مش واضحة هل فعلا انتوا كويسين ولا لأ، انت بعت له مسج هو ما ردش عليها، خلاص انت وقتها قررت انه صح احنا علاقتنا اساسا مش كويسة ابدا ومش هتعامل معاه تاني، وعلى اساسه بدأت تعامله معاملة مش لطيفة، كل ده على اساس انه هو على فكرة معينة انت كنت واخدها عنه. جه بقى الموقف اللي هو ما ردش عليك فيه، اكد لك الحته دي، مع انه في الحقيقه هو ممكن ما شافش الرساله مثلا او مش فاضي يرد، فخلاص هي دي هو ده الكونفيرميشن بايس. حصل موقف معين انت كمانجر كنت حاسس او شايف انه فعلا هو في كده بدايات للموقف ده، فجي موقف صغير اكد لك الحاجه دي، مع انه الموقف ده ما ملوش اي صله خالص بالقرار اللي انت هتتخذه او باللي انت كنت فاكره قبل كده، فدي برضو عملت ايرور ان انت كنت فاهم حاجه غلط. تمام، هو ده confirmation bias، بتمنى تكون وضحت. اوكي، framing bias. framing bias برضو selecting and highlighting certain aspects of a situation while ignoring other aspects. برضو هدي عليها مثال، انت صحيت كل انت كمان جيت صحيت ادوك خبر وحش كده في البداية، خلاص عرفت انه اليوم كله دلوقتي مش حلو، فاتخذت قرار غلط بداية على اساس اللي انت كنت فاكره وحاسس فيه من اليوم ده، يعني حطيت نفسك في فريم معين، فريم نيجاتيفيتي، على اساسه بقى شايف كل حاجه هتيجي نيجاتيف فاتخذت قرارات كلها كمان نيجاتيف، يا اما العكس تماما انت جاي بوزيتيف جدا فيك طاقه فظيعه اتخذت قرار صعب جدا اساس انت تحققه، بس انت شايف انت دلوقتي بوزيتيف جدا فحاطط نفسك في الفريم البوزيتيف قوي، ف برضه مشيت على اساسه، وضح بعد كده مثلا انه الفكره ديت اساسا صعب جدا تحققها، بس كده هي دي الفريمينج بايس. طيب الافيليبيليتي بايس ان انت تعمل ديسيجن على احساس انه ايه الافيليبل عندنا، ما شفتش خيارات تانية او ما حاولتش تبحث في اماكن تانية، ده ايه الافيليبل وايه اللي موجود قدامنا وكده وهنعمله، ده برضو ممكن يطلع ايرور مش هو ده المطلوب المفروض. ريبريزنتيشن بايس ريبريزنتيشن دروينج انالوجيز seeing identical situations when none exist. اها اوكي اوكي، تعمل مقارنات ما بين موقف شايف ان المواقف دي زي المواقف دي مع انه اساسا الموقفين ما لهمش اي علاقه ببعض. اوكي، الراندومنس برضو انك تتخذ قرار بشكل عشوائي بدون اي خطط، ده كمان من الحاجات اللي طلع ايرورز. طيب بالنسبه للsunk costs ايرور صراحه انا مش فاهمها قوي والكلام مش واضح للاسف، اللي فهمته بس ومش عارفه ده صح ولا ايه بالظبط، انه لو اي يعني اي باست ايفنت حصل المفروض ما ياثرش على القرارات اللي حصلت اللي انت بتفكر فيها دلوقتي، لانه ببساطه القرار القرار بياثر على المستقبل على الفيوتشر، هو ملوش اي علاقه بالماضي. مش فاهمها قوي صراحه فمش هالف فيها. طيب السلف سيرفينج بايس بتختار قرار قرار لانه هيفيدك شخصيا بس كده، فمش هيفيد الorganization، ده برضو من الايرورز. الهايند سايد بايس اها، فهو الهايند سايد بايس هو لما يحصل موقف معين تقول ايوه اللي هو انا كنت عارف انه ده هيحصل. طيب ده ليه يعني يصنف من الايرورز او من الحاجات كده؟ لانه لما يبدا يظهر دليل انه الديسيجن ده غلط ولسه وقت بدري ان احنا نكويت، كان المفروض هو ده اللي يحصل انه يكويت بقى فعلا، عشان كده لما يحصل المانجر بيقول ايوه انا كنت عارف، طب انت ليه ما قلتش من قبل كده كنا نكويت من بدري، هو ده البايس، هو ده الهايند سايد. تمام كده الايرورز خلصوا، الدايجرام ده بجمعهم كلهم، الاوفر كونفيدنس immediate gratification, anchoring, selective perception, confirmation, framing, availability, representation, randomness. تمام اوكي،
ده I think إذا خلاص ال diagram ده اتحفظ خلاص دول سهلين. وبالنسبة للفهم بتمنى تكونوا فهمتوها. طيب وده نفس الحكاية. تعالوا نعمل recap لل decision making process. بالنسبة لل decision making approach ايه بقى؟ ايه الطرق او ايه ال ways اللي بن approach فيها ال decisions؟ rationality العقلانية، يا اما ال bounded rationality لما في حددنا بعض الظروف ما خلتنيش افكر بشكل rational، يا اما ال intuition حدسي بيقول لي ايه. طيب دي اول حاجة ال approaches. ال approaches تلاتة تمام؟ طيب حلو جدا. ال types بقى من ال problems وال decisions ايه انواعهم؟ قلنا ال well structured اللي هي ال programmed decisions، وال unstructured اللي هي non programmed decisions تمام؟ طيب جميل. ال conditions بتاعت ال decision making يا اما certain ال risk وال uncertainty، ال certainty وال risk وال uncertainty. جميل. طيب نيجي للستايل بتاع الديسيجن ميكر ايه بقى؟ linear thinking style وال non-linear thinking style. جميل جدا. الديسيجن choosing اي بالنسبة للديسيجن يعني ايه decision؟ يعني choosing the best alternative كنا مفروض قلناها في الاول، مع ال maximizing ال value وال satisfying، وانه يكون الديسيجن ده satisfying. جميل. بعديها implementing و evaluating، دول كأنه يعني هي المراحل بتاعت decision making process. وبعدها قلنا خلاص ال errors وال biases هنا تمام. طيب جميل. ده اخر حاجة خالص ال guidelines for making effective decisions. ايه بقى الارشادات المفروض تفهم؟ كمان تقدر تفهم ال cultural differences، فتكون حاطط في اعتبارك او حاطط من ال criteria بتاعتك ال cultural differences تمام. ان انا مش بتعامل مع culture واحدة، لا انا بيهمني اوي ال culture differences اللي حواليا. جميل. standards for good decision making تنتبه عليها. Know when it's time to call it quits. To call it quits امتى؟ من اتعلم من الايرورز ديت، ان تعرف امتى بالظبط تكويت عشان ما يحصلش ويكون يعني تحط مجهود وقت كتير في ديسيجن معين وفي الاخر تكتشف انه غلط ويكون خلاص فات الاوان انك تكويت الديسيجن ده. An effective decision making process ترسم وتخطط مظبوط. Build an organization that can spot the unexpected and quickly. ما الحاجات دي هتساعدك اكتر لما تكون الاورجنايزيشن والاورجنايزيشن ممبرز كلهم مشاركين وكلهم بيدوا ادفايس تمام، وعارفين بالظبط برضو النظام ماشي ازاي، عشان هما كمان اذا انت تاه عنك الفكرة هما يرشدوك. اخر حاجة بيقولك ده ابروتش تاني للديسيجن، انه ابروتش الديسيجن والمانجمنت بروبلمز على زي ما الديزاينرز بيابروتش البروبلمز. انا ما عنديش فكرة الديزاينرز بيعملوها ازاي تمام، بس هي فكرة وخلاص بس كده.